يا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وبداية أقدم شكر جزيل لكل أساتذة ومسؤولي كلية العلوم وكلية الاقتصاد في جامعة الزيتونة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. عنوان المداخلة كما تلاحظون على العرض هو رأس المال الأهمي وأهم مداخل قياسي في مجال الاقتصاد والمعرفة. وفي الأصل قسمت هذه المداخلة إلى قسمين، الأول خصص لرأس المال البشري والثاني خصص لمداخل قياس رأس المال. ولكن بعد الاستماع للمداخلات المقدمة في اليومين السابقين ونظرا طبعا للوقت المخصص اللي هو 10 دقائق كما سمعت من السيد الرئيس، فحاولت في المساء أمس مساء أني فقط اختصر هذا المداخلة على الجزء الثاني بحكم أن الجزء الأول تكلم فيه كثير من الأساتذة اللي هو رأس المال البشري ومعناه وفائدته إلى غير ذلك. ولكن مع تسجيل بعض الملاحظات التي أرى أنها مهمة جدا، الأولى وهي أن رأس المال البشري يختلف عن المورد البشري، فلا يمكن استخدام مصطلح أو مفهوم المورد البشري كبديل أو كمرادف لرأس المال البشري. فإذا كان المورد البشري هو كل من ينتمي للمنظمة أو يتقاضى أجر منها، فإن رأس المال البشري هو شيء آخر. المقصود به هو المعارف، خبرات، المهارات التي يمتلكها هؤلاء الأفراد. وبطبيعة الحال تدعيما لهذه النقطة سأقدم بعض التعريف، بالإضافة إلى سأستعين بمثال من عالم كرة القدم، وهذا مثال دائما أعطيه للطلبة. فإذا تكلمنا على لاعبي فريق معين، والحقيقة فإننا نتكلم على موارد بشرية، ولكن لما نتكلم على قدرات ومهارات اللاعبين فإننا في الحالة هذه نتكلم على رأس مال بشري. فإذا طرح سؤال ما الفرق مثلا بين كريستيانو رونالدو وأي لاعب آخر في فريق ريال مدريد، طبيعة الحال الجواب سيكون هو القدرات والمهارات الفائقة التي يمتلكها هذا اللاعب. إذن كل اللاعبين هم موارد بشرية في هذا الفريق، ولكن يختلفون في ما يحملونه من معارف، من خبرات، من مهارات، إلى غير ذلك من الأمور. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها هو أننا عندما نتكلم عن قياس رأس المال البشري فإننا نتكلم على قياس الخبرة التي يقدمها هذا المورد البشري للمنظمة التي يعمل بها، ولا نقصد بذلك قياس المورد البشري في حد ذاته. النقطة الثالثة وهي أن كلمة رأس مال في مفهوم رأس المال البشري ليست كرأس مال المادي، لكن تحمل فقط معنى مجرد لفظ. وفي هذه الحالة سأقسم المداخلة إلى مجموعة من النقاط، هي أولاً تقديم بعض التعريف لرأس المال البشري، ثم بداية الاهتمام بهذا المفهوم، ثم كيف تغيرت النظرة لهذا المفهوم في ظل اقتصاد المعرفة، ثم أهمية قياس رأس المال البشري، ثم الفائدة التي يمكن أن تجنيها المنظمة من جراء عملية القياس، وأنتقل بعد ذلك إلى أهم المداخل المستخدمة في القياس، وفي نهاية هذه المداخل أو النماذج سأتكلم على مشاكل القياس.
بين التعريفات المقدمة لرأس المال البشري تعريف لوسيديمي، وهو أن المعارف وهو المعارف والكفاءات والمهارات التي تصاحب العمال حتى يغادروا أماكن عملهم، ومنها قطع الابتكار، المهارة، الخبرة المهنية، الاستعداد للعمل الجماعي، مرونة العمال، التدريب والتكوين المنظم والتعليم. عرفه ستيوارت بأنه كل المعرفة الموجودة في عقول عاملي المنظمة سواء كانوا من المبدعين أو الأفراد العاديين، حيث أنه لكل منهم مساحة من المعرفة الضمنية تتناسب وإمكانيات. التعريف الثالث وأخير وهو تعريف بيكر، عرف رأس المال البشري بمجموعة الأصول التي يجلبها الفرد معه إلى المنظمة مثل التعليم، التدريب في الوظائف السابقة، العمر والخبرة المهنية وغيرها. كما قسم بيكر رأس المال البشري بين رأس مال بشري عام ورأس مال بشري خاص. بالنسبة لرأس مال البشري العام وهو كل تعليم الذي يناله الطالب أو الشخص خارج المنظمة، التدريب. أما رأس مال البشري الخاص فهو الذي يتحصل عليه داخل المنظمة. بداية الاهتمام بهذا المفهوم. نعم. أنا كنت حاط أن 10 دقائق كفيل. خلاص. بداية الاهتمام بهذا المفهوم. ربما لو نطرح تساؤل متى بدأ هذا الاهتمام، راح يكون جواب في بداية الستينات من القرن الماضي مع أبحاث شولتز في سنة 1960 وأعمال بيكر في سنة 1964. ولكن في الحقيقة هذا المفهوم كان موجود حتى قبل هذه النظرية، نظرية رأس المال البشري أو المقاربة الاقتصادية لإدارة الموارد البشرية، وكان شائع الاستخدام حتى عند عامة الناس. والدليل على ذلك هو النصائح التي يقدمها الوالدان لأبنائهم أو التي يقدمها المعلمون لتلاميذهم. إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة جيدة فتحصل على تعليم جيد، وهذا دلالة على الاستثمار في رأس المال البشري. زادت الأهمية بهذا برأس المال البشري مع بروز اقتصاد المعرفة الذي يتميز أو من أهم ميزاته فقدان عوامل الإنتاج التقنية أهميتها لصالح المعرفة من جهة، واعتماد ربما سأبدأ من فائدة من قياس رأس المال البشري، وقد حددنا مجموعة من الفوائد لهذا الأمر. أول فائدة هي تقدير الاستثمارات التي توجه المنظمة في بناء تنظيمها البشري، دمج وتغيير رأس المال البشري في الكشوفات المالية مما يجعله أكثر دقة، قياس العائد من استخدام رأس المال البشري وتقدير التكاليف الحقيقية له يساعد على اتخاذ قرارات ملائمة فيما يتعلق بجميع وظائف إدارة الموارد البشرية، من تخطيط، من نقل، من تدريب، لغير ذلك من الوظائف. تغيير نظرة الأفراد العاملين من كونهم مجرد تكلفة إلى كونهم استثمار يدر عائد. لكن على الرغم من الأهمية الكبيرة لرأس المال البشري والفوائد التي يمكن تحقيقها من عملية القياس، فإنه لم يتمكن التوصل بعد إلى مقاييس موحدة ودقيقة لقياس رأس المال البشري بالمنظمات رغم الجهود الكبيرة المبذولة سواء على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد العملي. للأسباب التالية: أولاً اللامة الموسية التي تمتع بها رأس المال البشري،
وثانيا الصعوبة الكبيرة في الحصول على البيانات الإحصائية التي تتعلق برأس مال البشر. ممكن تروح النتائج يا دكتور؟ خلينا نعطي على الأقل. لا أونلاين بس يا أونلاين. أهم مداخل القياس رأس المال البشري حقيقة تقسم إلى مداخل كمية ومداخل وصفية. بالنسبة للمداخل الكمية فيها مداخل قياس تكلفة رأس المال البشري ومداخل قياس قيمة رأس المال البشري. فيه حددنا أربع طرق في كل مدخل سواء في المداخل الكمية الخاصة بالتكلفة أو بالعائد أو المداخل الوصفية. يعني خلاص شكرا 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 للدعم. لا بأس جدا. لا كيف لا ما بأس ولا شيء. لا أنا مترف روح على القياس بس معلش. طيب حبذا من الأخوة الحاضرين أن يأخذوا الملاحظات على أساس يتم الاستفادة من وجود الباحثين في نهاية الجلسة ومناقشتهم والاستفسار منهم عن أي شيء إيش يثار أثناء الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أقدم بين أيديكم هذا البحث المتواضع وهو حقيقة يعني لا يرقى إلى مستوى الأبحاث التي أطمح إليها، ولكن أحببت أن نناقش في أن نشارك في هذا المؤتمر بهذا البحث المتواضع جدا، فأرجو أن أستطيع في خلال هذه العشر دقائق أن أوصل إليكم المين بوينت لهذه الورقة، العلاقة بين منظمة التعلم ورأس المال البشري. حقيقة موضوع رأس المال البشري والتعلم موضوع فلسفي جدلي كثير من النقاش حوله والأدبيات حول هذا الموضوع، فحاولت أن أبحث عن شيء جديد أزعم بأنه جديد. قلت إذن العلاقة بين منظمة التعلم ورأس المال البشري، بمعنى آخر ما، وحاولت أن أسقط هذه المفاهيم على المنظمات اليمنية. إذا كان هناك منظمات لديها خصائص تسمح للرأس المال البشري أن ينمو وأن يستقر، فإذا هنا إيش؟ في استثمار في رأس المال البشري. إذا التعلم اللي هو learning organization، learning organization هذا ما نقصده، عملية جوهرية لأي منظمة في عصر المنافسة، في عصر المنافسة الشديدة. ولو أن احنا في بيئتنا اليمنية وفي كثير من الأقطار العربية لم نصل بعد إلى مرحلة المنافسة بمعناها الرأسمالي الموجود في الدول الغربية وفي أمريكا، لكن حقيقة من الأشياء التي يجب أن ندركها أن عملية التعلم مسألة جوهرية لبقاء المنظمة وتميزها، وأساس تميز هذه المنظمات هو العنصر البشري، لما خاصة في المنظمات الخدمية، لأن هذا العنصر البشري هو أداتها ووسيلتها، سواء كان المستهلكين الداخليين ولا على رأسهم أعضاء المنظمة أو المستهلكين الخارجيين. إذا بقاء المنظمة وتميزها أساسه ووسيلته وغايته هي العنصر البشري. المنهجية الدراسة هي
يعني منهجية تقليدية الكل تحدث عنها، مشكلة الدراسة والتي تركز في أول شيء يعني أتكلم عن خصائص المنظمات اليمنية أو ما تعاني. النماذج الإدارية عندنا في اليمن أو تطبيق النماذج الإدارية الحديثة متواضعة جدا، والسبب أن منظماتنا صغيرة ومتواضعة وتجمع بين الملكية والإدارة، وبالتالي تقوم قراراتهم على أساس التجربة والخطأ، وغالبا ما يغلب عليها الجانب الفني أكثر من الجانب الإداري. أيضا مستوى كفاءة القيادة الإدارية متواضع، لأنه في الغالبية العظمى ليسوا متخصصين في مجال الإدارة. الرضا الوظيفي متواضع، والكفاءة اللي هي الإفشنسي متواضعة، وبالتالي عدم القدرة على المنافسة السعرية، وبالتالي أيضا الاهتمام بالرأس المال البشري. هنا حاولت أن أميز بين منظمة التعليمين أورجنايزيشن والأورجنايزيشن ليرنينج، التعلم التنظيمي ومنظمة التعلم. حاولت أن إيش رغم أن الأدبيات والمفكرين يعني إيش عملية في غاية يعني من الصعوبة أن تضع خط فاصل بين المفهومين الصلاحين أو المفهومين، لكن كل ما في الأمر أنا حاولت أن أميز بينهما بأن التعلم التنظيمي اللي هو الأورجنايزيشن ليرنينج والحصول على المعرفة، يعني import the learning or the knowledge من خارج من البيئة الخارجية، ومن ثم المحاولة الاستفادة منها وتقديم سلع أو خدمات على ضوء ذلك. إذن إيش يعتبر إيش مستورد للمعرفة، مستورد للمعارف الجديدة، ومن ثم إيش إعادة إنتاجها والاستفادة منها. بينما المنظمة المتعلمة هي توجد بيئة عمل صحية هيلثي محفزة لعملية تعلم رأس المال البشري، ومن ثم تصبح منتجة ومصدرة للمعارف. هذا النوع من المنظمات يسبق غيره من المنافسين ويكون أكثر تميز في حالة ما يكون إيش ينهج هذا النهج. خصائص منظمة التعلم، وهذه خصائص موجودة في أدبيات الليرنينج أورجنايزيشن. أول شيء رؤية مشتركة بين من؟ بين أعضاء المنظمة، بين قيادة المنظمة. تفكير إبداعي وابتكاري يخدم مصالح المستهلكين. ثقافة مشجعة على الإبداع والابتكار. يعني خلوا بالكم هذه كلها عناصر بيئية داخلية. عناصر بيئية إيش؟ داخلية. أيضاً استمرارية إيش؟ التعلم. وجاهزية إيش؟ جاهزية المنظمات هذه لعملية التغيير ومواجهة التغيير وإجراء التغيير. هذه خصائص مهمة جداً في منظمة التعلم. ولكي تتميز المنظمة في أوساط منافسيها وتبقى بالسوق لابد أن تتصف بهذه الصفة. هذا نموذج من النماذج كيف تؤثر المنظمة المتعلمة اللي هي الأورجنايزيشن ليرنينج على الأداء التنظيمي. هذا نموذج موجود ومن نموذج نمطي، لكن أنا حاولت بقدر الإمكان أن أستفيد من الأدبيات وأطور هذا النموذج اللي هو ما هي خصائص منظمة التعلم اللي تحدثت عنها قبل شوية. أول شيء لابد أن يكون البناء التنظيمي مرن عشان يسمح لتدفق المعلومات في كل الاتجاهات، أيضا يسمح لعملية التعلم دون ما التقيد بالبيروقراطية وخصائص الستراكشر. ثقافة محفزة استراتيجية الموارد البشرية، أيضا بيئة عمل ميسرة والعائدة لعملية التعلم، والنمط القيادي. أمس أحد الزملاء تحدث عن إيش القيادة ال شو اسمه اللي هي التحولية، القيادة التحولية. هذه مهمة جدا في منظمة التعلم، لأنه إذا كانت القيادة الإدارية ما عندهاش فيجن ولا ميشن ولا عندها طموح ولا هي يعني عامل مساعد لعملية التحول، طبعا حتكون مفبط لعملية إيش التعلم. كم باقي؟ خمس. كم؟ خمسة. إذن هنا طيب ما يعني هنا إذا ما توفرت هذه الخصائص حينتج عنها الرأس المال البشري الذي إيش يتصف بالتالي. إذن هذه الخصائص الرأس المال البشري هي مستنبطة من بيئة منظمة التعلم، والتي تكون في ماذا؟ مهارة ومعارف وخبرة تخصصية متميزة،
زي ما قال زميلي ما الذي قدم ورقته قبلي، فهمت منه انه اوكي احنا كلنا عنصر بشري، كلنا راس مال بشري، لكن ماذا يميز سين عن صاد عن بعض ليش السكيلز، بعض المهارات وبعض المعارف. اذا هنا لابد ان تكون معارف وخبرات الموارد البشريه متميزه. القابليه والثقه بالذات، القابليه والثقه بالذات والرؤيه هي اوساط اعضاء المنظمه نفسهم. الثقه بالذات، احنا على فكره احنا في الوطن العربي ايضا نفتقد الى الثقه بالذات. احنا بامس الحاجه ان نعيد الثقه في انفسنا، اعاده الثقه في انفسنا واننا قادرين ان نصنع المستحيل، وان هؤلاء الاخوه الاجانب هم زينا زيهم، بس احنا نتكلم العربيه وهم يتكلموا فرنسي وانجليزي وعيونهم زرق واحنا عيوننا عسليه. ايضا المرونه والقدره التكيفيه، المرونه والقدره التكيفيه، يعني الان لو في كم اجنبي وسطنا نحن الان ايش حتى جلستنا حتكون غير شك، تمام؟ لكن فيما بيننا للاسف. طيب اذا هنا الدافعيه والاجتهاد والمثابره، الموتيفيشن، المرونه والقدره التكيفيه والانفتاح على الاخرين والعمل معهم، بمعنى اخر التيم وورك في غايه الاهميه في المنظمات الحديثه. اذا ايش الانفتاح على الاخرين؟ بمعنى تكون هناك ثقافه تنظيميه تشجع على تبادل المعارف والمهارات بين الناس ويتعلمون بعضهم بعض. قابليه التعلم والابتكار والابداع، هذه كلها لا يمكن ان تتحقق في العنصر البشري الا اذا كان هناك خصائص لمنظمات التعلم كما ذكرنا. طيب ما هي مؤشرات الراس المال البشري؟ بحيث انه انا اضمن انه يعني بمعنى مساله قياسيه، اختصاص صناعات واتخاذ القرار. اذا استطعنا ان نختصر صناعه القرار، اذا هنا ايش؟ في نتائج للراس المال البشري، منتجات جديده وهكذا. ماذا عن المنظمات اليمنية؟ طبعا هنا بالنسبة تناولت 14 دراسة كعينة عملية من الأبحاث الدراسة أبحاث ماجستير وغيرها، وبدأت إيش أبحث عن خصائص منظمة التعلم في هذه الأبحاث، وهي كلها أبحاث ميدانية. هنا عدم اول شيء عدم ما مدى تحقق هنا عدم توافق خصائص منظمه التعلم في المنظمات اليمنيه، ومؤشر ذلك الاتي. اول شيء الظروف الصحيه لبيئه العمل، بمعنى organizational healthy، مش متوفره. عدم وضوح الاهداف، لان قلنا منظمات صغيره، منظمه تجمع بين الملكيه والاداره، منظمات ايضا من يقودها غير محترفين الاداره، ايضا تدفق المعلومات محدود، قيادات مركزيه وعدم تفويض الصلاحيات للاسف الشديد، ايضا قرارات فرديه والمشاركه محدوده، التمكين غير موجود، طالما ما عنديش تفويض سلطه اذا ما فيش تمكين، الابداع متواضع، تخطيط المسار الوظيفي، فعالية البرامج التدريبية أيضا متواضعة. بمعنى آخر للأسف الشديد لا تتوفر خصائص منظمة التعلم، ومن ثم الاستثمار في الموارد البشري في المنظمات التي تناولت البحوث التي تم مناقشتها هنا. شكرا جزيلا. الثالث اذا سمحتم، هل الاستاذ رأفت، الاستاذ رأفت عاصم عبيدي او ابواء كمال جراح موجودين؟ طيب اذا لم يكن كذلك فالدكتور عبد الفتاح يتفضل.
لسانه يعني اعذرونا يعني. لا هو موجود على الشاشه. ها ها الوقت موجود على الشاشه. ها الوقت لا هو موجود على الشاشه بس يمكن يدور مش معك. ها في احد من الاخوه الباحثين وصل مؤخرا؟ كمال منصور مثلا، الهام منصور، العساف، طيب ناديه صالح، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذن مساهمتي في فعالية هذا المؤتمر تكون بمداخلة بعنوان رأس المال البشري المفهوم وإمكانيات القياس، وفي هذه المداخلة سوف أركز على عنصر من عناصر رأس المال الفكري وهو رأس المال البشري فقط. إذن فالاهتمام بموضوع رأس المال البشري كما نعلم جاء في منتصف الستينات من القرن الماضي مع غاري بيكر وتشولتز، ومنذ ذلك الحين يعني حدث تطور معرفي كبير في هذا المجال، وبالتالي يعني توصلنا إلى حقيقة ثابتة وهي أنه هنالك علاقة ارتباطية قوية بين رأس المال البشري وتكوين القيمة في المنظمة، وبالتالي أصبح هنالك اهتمام كبير بهذا العنصر أو بهذا الأصل اللاملموس في المنظمة، ومساهمة هذا العنصر في تكوين القيمة تتنامى بشكل مستمر، وبالتالي طرح اليوم مشكل ما يسمى بقياس الرأس المال البشري. إذن فظهرت هنالك محاولات متعددة فيما يتعلق بالقياس، وظهرت نماذج مختلفة، من بين هذه النماذج مثلا بطاقة الدرجات المتوازنة، نموذج المستثمرون في الموارد البشرية، النموذج الاقتصادي الاجتماعي إلى غير ذلك من النماذج الأخرى. وعلى هذا الأساس ففي هذه الورقة البحثية سوف نعالج ثلاث محاور أساسية. المحور الأول يتمثل في مساهمة المورد البشري في تكوين القيمة. المحور الثاني مكانة رأس المال البشري كمكون من مكونات رأس المال الفكري، إضافة إلى كيفية قياس مساهمة رأس المال البشري في تكوين القيمة. إذا فيما يتعلق بالمحور الأول مساهمة المورد البشري في تكوين القيمة، الفكرة التي كانت سائدة قبل ظهور هذا المفهوم هي أن القيمة في المنظمة تتحقق بفعل الكفاءة التخصيصية، بمعنى أن الموارد يتم توجيهها وفقا لميكانيزمات السوق، وهذا طبعا في ظل النظرية الاقتصادية الكلاسيكية والنظرية الاقتصادية النيو كلاسيكية، لكن فيما بعد تم إعطاء أهمية للموارد الداخلية، وأصبح يقال أن مصدر القيمة والثروة موجود داخل المنظمة، وبالتالي ظهر ما يسمى بمفهوم الكفاءة إكس، والكفاءة إكس معناها أنه لدينا مثلا مجموعة من المنظمات، وهذه المنظمة تكون متماثلة في كل الظروف، ومع ذلك نجد في نهاية الأمر اختلاف فيما يتعلق بالثروة التي تتحقق. إذن فهذا الاختلاف راجع بشكل أساسي إلى رأس المال البشري الموجود داخل المنظمة، وعلى هذا فمساهمة المورد البشري في تكوين القيمة تتحقق إذا تميزت هذه الموارد بخصائص معينة، مثلا أن تكون نادرة أي غير متاحة للمنافسين الآخرين، لا تكون سهلة التقليد، بمعنى أنه لا يمكن للمنافسين الآخرين مثلا أن يكسبوا مواردهم البشرية هذه الخصائص بسرعة وبسهولة، وأن تكون المنظمة منفردة
في تسيير مواردها البشرية، بمعنى أنه تكون لديها تطبيقات في تسيير الموارد البشرية متميزة. إذن هذا التجديد في تسيير الموارد البشرية يواجه بتحديات مختلفة. التحدي الأول يتعلق بكيفية رصد هذه المعارف الضرورية للمنظمة، سواء كانت هذه المعارف صريحة أو ضمنية، إضافة إلى ذلك كيفية تقييم أو إعطاء قيمة اقتصادية لهذه المعارف، إضافة إلى ذلك تحصيل المعارف من حاملها ووضع هذه المعارف في متناول الآخرين أي إشراكهم فيها، إضافة إلى عملية تجديد هذه المعارف بشكل مستمر. إذن فهذه الشروط الأساسية حتى تصبح الموارد البشرية تساهم بشكل فعال في تكوين القيمة. فيما يتعلق بمفهوم رأس المال البشري، إذن فالاهتمام يعني كان منذ القدم، بمعنى أن هنالك مثلا الباحث الاقتصادي المعروف ألفريد مارشال يقول أن الاستثمار الأكثر أهمية هو الاستثمار في الأفراد وهو مصدر للإنتاجية، إضافة إلى ذلك ما يقوله ميلتون فريدمان عن القدرات التي يمتلكها الأفراد بأنها أساس تكوين القيمة. إذن فرأس المال البشري كما سبق للزملاء وقالوا هو عبارة عن كل هذه المؤهلات، الكفاءات، الخبرات، التجارب، القدرات، سواء القدرات المكتسبة أو القدرات يعني التي تولد مع الفرد، ولكن بحيث تكون هذه القدرات تعطي الفرد التميز عن الآخرين، وبالتالي تعطي المنظمة التميز عن المنافسين الآخرين. إذن فرأس المال البشري بكل هذه الصفات هو مكون من مكونات رأس المال الفكري. إذن فقيمة المنظمة تتحقق بعاملين أساسيين: رأس المال المادي، رأس المال الفكري، إضافة رأس المال الفكري. إذن فهنالك عاملين أساسيين ومصدرين أساسيين للقيمة، ورأس المال الفكري يتكون من ثلاث عناصر أساسية: رأس المال البشري الذي تكلمنا عنه، رأس المال الهيكلي، ورأس المال الزبوني. إذن فرأس المال البشري هو عبارة عن كل هذا التعلم والخبرات التي يمتلكها الفرد، ورأس المال الهيكلي هو كل ما يوجد في المنظمة من هياكل والتي تسخر للفرد حتى يتمن هذا رأس المال البشري. إذن هذه الهياكل هي عبارة عن مثلا الملكية الفكرية، براءة الاختراع، حقوق النشر والتأليف، العلامة التجارية، مقاييس التحكم في الجودة، قواعد وأنظمة المعلومات إلى آخره. يعني بكل بساطة حتى نميز بين رأس المال البشري والرأس المال الهيكلي، فالرأس المال البشري لصيق بالفرد ويوجد فيه عقل وقلب الفرد. أما رأس المال الهيكلي فهو موجود في المنظمة وهي عبارة عن كل وسائل الدعم التي يستخدمها الفرد في المنظمة. ما بالنسبة لرأس المال الزبوني كمكون ثالث فهو عبارة عن العلاقة وإدارة العلاقة مع الزبون، أي رضا وولاء الزبون والاحتفاظ به وتمكين الزبون ومشاركته في اتخاذ القرار داخل المنظمة. فيما يتعلق بالقياس كمحور الثالث الاهتمام بعملية القياس جاءت من الملاحظات التالية: أنه لدى تحديد قيمة المنظمة يؤخذ في الحسبان الأصول المادية فقط. إذن فهذا انتباه من قبل الباحثين والممارسين إلى أنه عندما نحدد ميزانية المنظمة يعني أهمية تعطى للأصول المادية فقط، إضافة إلى ذلك فإن عنصر البشري لديه تأثير كبير على قيمة المنظمة، والقيمة المحاسبية لا تعكس القيمة الحقيقية للمنظمة، فهناك صعوبات تعترض القياس كالتخصيص، التكميم والرقابة. هنالك بعض النماذج للقياس، قياس رأس المال البشري. إذن فهنالك محاولات بفرض درجات متوازنة، نموذج خماسي الأبعاد، نموذج الجمعية الأمريكية، مستثمر في الموارد البشرية، النموذج الاقتصادي الاجتماعي، إضافة إلى نماذج أخرى. بالنسبة لبطاقة الأداء المتوازن تتكون من أربع منظورات، وتقاس هذه المنظورات بمؤشرات: المنظور الخاص برأس المال البشري،
هو منظور التعلم والنمو. هناك مؤشرات تستخدم للتعبير عن هذا المنظور: القدرات الفكرية، المهارات، نفقات البحث والتطوير، نفقات الاستثمار في التكوين، عدد ورقات الاختراع، مثلا عدد الاقتراحات سواء المقدمة أو التي تم تنفيذها، إلى غير ذلك من المؤشرات الأخرى. فيما يتعلق ببطاقة الأداء المتوازن، هناك مآخذ عليها: عدم حتمية العلاقة بين السبب والأثر، صعوبة التطبيق، وإهمال أثر العوامل البيئية أو العوامل الأخرى التي لها تأثير على قيمة المنظمة. بالنسبة للنموذج الآخر يتكون من ثلاثة أبعاد، فهناك مثلا المنظمة التي تتبنى مفهوم الاستثمار في المورد البشري، فتركز على الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين الأداء، تعمل بفعالية لتحسين الأداء، وتتولى أو تدرك بشكل كبير أهمية العلاقة بين الاستثمار في الموارد البشرية والأداء. وهنالك طبعا العناصر التي تركز عليها بالنسبة لهذا النموذج، نموذج باسي ومورر، فيركز على أساسيات الاستثمار البشري، الأبعاد والنتائج. الأساسيات في الواقع هي عبارة عن رأس المال الهيكلي، الأبعاد هي المتغيرات التي يقاس على أساسها، والنتائج هي النتائج التي تتحقق من خلال الاستثمار في رأس المال البشري كالإبداع، رضا الزبون، نمو النتائج، حصة السوق، الإنتاجية، إلى غير ذلك من النماذج الأخرى. النموذج الأخير وهو النموذج الاقتصادي الاجتماعي، ويهتم هذا النموذج بعدم الكفاءة الإدارية والتغيرات في كفاءة المورد البشري. فإذا حدثت عدم الكفاءة الإدارية وحدثت تغيرات في قدرات المورد البشري وكفاءة المورد البشري، يعني هنالك عدم كفاءة إدارية وانخفاض في هذه الكفاءة الخاصة بالمورد البشري، فهذا يؤدي إلى خسارة في القيمة المضافة. هذه الخسارة يعبر عنها بالتكاليف الخفية. التكاليف الخفية تنتج عن ظروف العمل ومناخ العمل، عن تنظيم العمل، عن الاتصالات، عن تسيير وقت العمل إذا كان غير ملائم، نوعية التكوين، تسيير الكفاءات، الاستراتيجيات، إلى آخره. التكاليف الخفية تقدر بهذه العناصر: استهلاكات من المنتجات والخدمات الزائدة، زيادة في الأجور، الوقت الإضافي الذي يخصص لأعمال التسوية، الانخفاض في النتائج، الأخطار المتعلقة بنقص كفاءة المورد البشري. الخاتمة: إذا أصبحت العلاقة ثابتة بين تسيير الموارد البشرية وتكوين القيمة، وبالتالي فهذه القيمة لا تتولد عن الكفاءة التخصيصية فقط، عن الكفاءة X، وهذا ما يتطلب من الاهتمام بالعنصر البشري. رأس المال البشري يشكل مصدر امتياز تنافسي، إذ انفردت المنظمة بالتميز في تسييره، بمعنى أنه تكون لديها تطبيقات متميزة في تسيير الموارد البشرية. الاقتصاد اليوم يقوم أكثر فأكثر على دعم الموسسات، وبالتالي القيمة المحاسبية أصبحت لا تعبر عن القيمة الحقيقية لغياب الأصول الملموسة في ميزانية المؤسسة. نماذج التقييم التي تعرضنا لها وغيرها هي نماذج نظرية أكثر مما هي عملية، وبالتالي ضرورة البحث عن نماذج أكثر عملية، لأنه اليوم ما نجده في مختلف المنظمات، يعني لا يوجد تقييم فعلي لهذه الملموسات، وإنما ما نجده هو بعض المؤشرات المتعلقة بالرأس المال البشري في تقارير هذه المنظمات. إذن فما لا يمكن قياسه لا يمكن تسييره. وشكرا لكم. شكرا للأستاذ دكتور عبد الفتاح لالتزامه بالوقت وعرضه الجميل والشيق. الآن نتيح الفرصة للدكتور ضيف الله العليم. Thank you.
والسلام على رسولنا النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية كلامي إن شاء الله نشكر جامعة الزيتونة الأبية على إقامتها لهذا المؤتمر الذي أصبح شبه سنوي، أو حتى يمكن القول بأنه سنوي، لجمع مثل هذه النخبة من العلماء للتشاور في بعض الأمور التي تتعلق في تخصصاتهم المختلفة. تقوم دراستنا التي تم إجراؤها على أو بعنوان أثر قدرة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في زيادة كفاءة رأس المال البشري لدى الدوائر المالية في الجامعات الأردنية الرسمية. طبعا كما تكلم زملائي السابقين عن بدء الاهتمام في رأس المال البشري، بدأ في نهاية الستينات وبداية السبعينات، وكان له الأثر في تطوير أداء أعمال المنظمات، بحيث أصبح الاهتمام بالعنصر البشري من الأمور التي تتبعها منشآت الأعمال، سواء كانت هذه المنشآت تعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص. كما أدى الالتفات إلى الأهمية البالغة لمفهوم رأس المال البشري وتراكمه في نهضة المجتمع وتقديمه إلى أعطاء أولوية متقدمة للتنمية البشرية كمًا وكيفًا وعمقًا في ظل فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة الذي يقلل من قيمة الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات عالية، ويخلق في مقابل ذلك وظائف جديدة تتركز على المعرفة والابتكار وتعمل على تغيير الأهمية النسبية لعوامل الإنتاج. كما يتطلب ذلك تنمية رأس المال البشري من حيث الكم والكيف. أما حول مشكلة الدراسة، فقد تمثلت مشكلة الدراسة في بأن قطاع التعليم العالي تنامى في الفترة الأخيرة في الأردن بشكل مستمر، وأصبحت الميزة التنافسية بين الجامعات سواء كانت في القطاع الخاص أو في الجامعات الحكومية الرسمية هي من الأمور التي تأخذ اهتمام إدارات الجامعات، وبالتالي أصبح الاهتمام بالعنصر البشري العامل في الجامعات هو موضع اهتمام إدارات الجامعات، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة بعض الأمور التي يمكن أن تساعد إدارة الجامعات على رفع كفاءة النظم المحاسبية المطبقة في الدوائر المالية في الجامعات الحكومية الرسمية في ضوء الموارد البشرية، من خلال معرفة العوامل التي يمكن أن تؤثر على رأس المال البشري العامل في هذه الدوائر ورفع كفاءتهم وسويتهم، بحيث تكون الجامعة لها مكانة في الجامعات زميلاتها من حيث السرعة والقدرة على أداء المهام المطلوبة منها من حيث تقديم الخدمات سواء كانت إلى الطلبة أو إلى المجتمعات المحلية العاملة فيها هذه الجامعات. كما تكمن مشكلة الدراسة في الغموض حول مدى الاهتمام برأس المال البشري في الجامعات الأردنية الرسمية وأثره على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في الدوائر المالية الرسمية، وذلك من خلال الإجابة على تساؤلات الدراسة الآتية. أول سؤال هو: ما هو المقصود برأس المال البشري وما هي عناصره وما هي أهميته؟ وقد تكلم زملائي السابقين وأفاضوا بشيء كثير حول هذا المقصد من حيث تعريف رأس المال البشري وما هي عناصر رأس المال البشري وأهمية رأس المال البشري. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني في مشكلة الدراسة، هل يوجد أثر لرأس المال البشري على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبق في الدوائر المالية في الجامعات الرسمية؟ أما بالنسبة إلى السؤال الثالث في مشكلة الدراسة، هل يوجد أثر لرأس المال البشري من وجهة نظر العاملين في الوظائف الإشرافية على تطوير النظم المطبقة في الدوائر المالية في الجامعات الرسمية الأردنية؟ كما أو تقوم الدراسة على مجموعة من الفرضيات المعذرة لموضوع أنه ما تطرقنا إلى الجانب النظري، كونه أستاذنا الدكتور سنان تكلم بشكل أنه يجب الالتزام بوقت
المحدد لإلقاء هذه الورقة البحثية، وبالتالي اختصرنا العروض على موضوع مشكلة الدراسة وضروريات الدراسة. أما الجانب الإطار النظري فقد ترك أو قد غطي بالجانب الأكبر منه في الورقات البحثية السابقة لورقتي. أما بالنسبة إلى فرضيات الدراسة فكانت الفرضية الأولى بأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى مهارات العاملين وزيادة فاعلية مضم المعلومات المحاسبية المحوسبة لدى الدوائر المالية في الجامعات الرسمية. الفرضية الثانية كانت لا توجد أيضاً علاقة ذو دلالة إحصائية بين مستوى الخبرات وزيادة فعالية نظم المعلومات المحاسبية لدى الدوائر المالية في الجامعات الرسمية. أخذنا إحنا جميع عناصر رأس المال البشري وأخذناها كل واحدة في فرضية، كما لا من الفرضيات بأنه لا توجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين مستوى المعرفة وزيادة فعالية نظم المعلومات المحاسبية لدى الدوائر المالية في الجامعات الرسمية الأردنية. والفرضية الأخيرة لا توجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين مستوى الابتكار وزيادة فعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة بالدوائر المالية في الجامعات الرسمية الأردنية. طبعا مجتمع الدراسة تكون مجتمع الدراسة من مسح شامل لجميع الجامعات الرسمية الأردنية العاملة في الأردن. منهجية الدراسة كما هو معروض أمامكم تم طبعا اتباع قسمين من الدراسة النظرية، وهي التي تعتمد على أدبيات النظرية التي تم الاستعانة من الكتب والدوريات والمجلات والمقالات العلمية والتي تطرقت أو تكلمت عن حول هذا الموضوع. والدراسة الثانية هي الدراسة الميدانية التي تم استخدام فيها استبانة، تم توزيعها على جميع العاملين في أو العاملين في الدوائر المالية في الجامعات الرسمية، وقد تم توزيع ما يقارب أو كان توزيع 120 استبانة، تم استرداد الجزء الأكبر منها، وتم استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل النتائج وتفريق الاستبانة باستخدام أسلوب الإحصائي SPSS. أما بالنسبة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء التحليل الإحصائي، فكانت من أهم هذه النتائج لأن إدارة الجامعات الأردنية الرسمية تقوم بتوفير أغلب المستلزمات المطلوبة لتشغيل النظام المحاسبي المحوسب لضمان نوعية مخرجات النظم المطبقة، حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي ما بين فقرات من بين فقرات الفرضية الأولى والتي تم إثباتها بناء على التحليل الإحصائي. أما بالنسبة إلى النتيجة الثانية فقد كانت بأن الجامعات الأردنية الرسمية لا تقوم بتوزيع الوظائف الإدارية بناء على الخبرات الموجودة لدى الموظفين، حيث حصلت على وسط حسابي منخفض نسبيا بين إجمالي الفقرات الفرضية الثانية والتي تم نفيها بناء على التحليل الإحصائي. النظر إلى النتيجة الموجودة بين إيدينا ممكن يقول أنها نتيجة معاكسة أو مغالطة لما هو متوقع، إلا أنه هذا الذي التمسناه من خلال التحليل، وكان السبب أو يمكن إعادة السبب للعلاقات بين الأشخاص حول تعبئة الشواغر الإدارية القيادية في هذه المؤسسات. أما بالنسبة إلى النتيجة الثالثة فإنها لا تتبنى إدارات القيادات العليا في الجامعات الرسمية الأردنية ابتكارات العاملين لتطوير النظم المحاسبية المطبقة لديها، حيث حصلت هذه الفقرة على أقل وسط حسابي من مثيلاتها من الفقرات. أما بالنسبة أيضاً إلى نتائج الدراسة اللاحقة فقد كانت من النتائج بأن إدارات الجامعات الرسمية تسعى إلى تنمية العمل